السلام عليكم. السلام عليكم. هنبتدي مع بعض النهاردة نتكلم عن ازاي اننا نصمم خطة تسويقية ازاي نسوق لمنتج، ازاي نشتغل الماركتنج، نعمل ماركتنج المنتج احنا عاملينه من خلال مساعدة ادوات الذكاء الاصطناعي. هنكتب سؤال مبسط جدا ونطلب من أدوات الذكاء الاصطناعي إنها تكتب لنا خطة تسويقية زي ما قلنا لأي منتج، وهنختار مثلا أحد منتجات العناية بالبشرة والشعر أو منتجات العناية بالبشرة والشعر عموما، ونتكلم عن المنتج ده ونتحدد منه إن هو يكون الخطة التسويقية دي داخل مصر. ليه بنحدد ان هي داخل مصر؟ لان طبعا احنا بيكون فيه بيتعمل اناليسز لمواصفات الاشخاص الموجودين داخل المنطقه اللي انا عايزه اسوق فيها المنتج بتاعي، وبيكون يعني من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعدني علشان اعمل الخطه بتاعتي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه ادوات الذكاء الاصطناعي اللي احنا هنستخدمها؟ خلينا كده نروح نبتدي نستخدم 3 أدوات اتكلمنا عنهم قبل كده، وهما كلود AI، شات GPT، وكمان هنتكلم عن هنسأل كوبايلوت نفس السؤال. نبص كده احنا ايه السؤال اللي احنا كاتبينه، ايه؟ صمم خطة تسويقية لمنتجات العناية بالبشرة والشعر في مصر. ادي السؤال اهو اللي احنا هنسأله لكلود AI، ونبتدي نستنى نشوف الإجابة هتكون إيه. زي ما احنا شايفين هنا بيبتدي أول حاجة زي ما قلنا هو بيحلل السوق عندي، ابتدى إن هو يكتب لي أول حاجة رقم 1 تحليل السوق، دراسة السوق المصري وتحديد الفئات المستهدفة، تحليل المنافسين الرئيسيين وحصتهم في السوق وهكذا، تحديد الأهداف إن أنا عايزة أحدد زيادة الحصة السوقية، رفع الوعي بالعلامة التجارية، في استراتيجية المنتج، التسعير، التوزيع، الترويج. الخطة دي أنا لو استخدمت خدمة العملاء، قياس الأداء. الخطة دي أنا لو استعنت بخبير تسويق ممكن ياخد مني مبلغ كبير جدا عشان يعمل لي خطة. طبعا أنا هنا بعد ما عملت هبتدي إن أنا ممكن آخد جزئية جزئية من الحاجات دي، وأبتدي إن أنا أسأل أداة الذكاء الاصطناعي علشان تطور معايا الايه الجزئيه دي. هسأل نفس السؤال هنا في ايه، في شات GPT، اللي هو صمم لي خطه تسويقيه لمنتجات العنايه بالشعر والبشره. نبص كده نبعت السؤال، نفس السؤال. طب انا ليه بستخدم 3 ادوات؟ انا بستخدم 3 ادوات عشان اقارن ما بينهم واشوف افضل طريقه واستخدم. زي ما احنا شايفين هنا برضو شات GPT كتب لي ان انا اول حاجه هعملها هعمل تحليل الجمهور المستهدف، الشريحه ممكن تكون نساء ورجال من مختلف الاعمار من 18 ل 45. ابتدى ان هو يقول هقسم السوق لفئات زي الطبقات الاجتماعيه والاقتصاديه والعمر والمنطقه الجغرافيه. هنا برضو نفس النقط الاساسيه هنلاقيها، هي نفس النقط الاساسيه في التسويق، ان انا بدرس السوق المستهدف، إن بدرس الجمهور، بحلل المنافسين، بتكلم عن المنتجات وعروض القيمه، استراتيجيه التسعير، التوزيع، الترويج، التسويق الرقمي، خدمه العملاء، نفس الحاجات، والتعاون مع الايه الشركاء. هنيجي هنا على كوبايلوت، وده من احد منتجات جوجل، احد منتجات الذكاء الاصطناعي جوجل. هكتب نفس السؤال، صمم خطة تسويقية لمنتجات العناية بالبشرة والشعر في مصر، وهبتدي هنا إن أنا أستنى الرد. هنبص نلاقي برضو الرد تحليل السوق، أول حاجة تحديد الجمهور المستهدف، هيعمل لي كل النقط. طب أنا دلوقتي لو أنا ابتديت هنا خدت جزء منها، يعني خلينا نيجي هنا لتحليل السوق. لو انا قلت هنا ايه، اكتب لي تصور عن تحليل السوق المصري، ليه تصور او عن تحليل جمهور، عن تحليل جمهور السوق المصري في القاهرة الكبرى.
انا كده بكمل على اللي انا كاتباه. وابتدي اسال هنا، ابص الاقي عندي ايه. ابتدى هو هنا، طبعا هو الاول طلع لي هنا خريطه، وبعدين ابتدى ان هو يقول لي الفئات العمريه من كام لكام هي اللي بتكون مهتمه بالشعر والبشره. ابتدى هنا اهو عايز ارجع، هو طبعا هو بيرد، فايه فالجهاز شغال اهو هنا. ده التحليل بتاعه الفئات العمريه، كتب لي قسمهم لثلاث ايه، لثلاث فئات. قال لي الشباب من 18 ل 35، بنات واولاد، النساء من 35 ل 55، لكن الرجال بيبتدوا ان هم يزداد اهتمامهم بمنتجات الشعر والبشره من امتى؟ من سن 18 هنا، من سن ل 55، يعني حتى على مدار سنهم. يعني هو هنا ابتدى ان هو يكتب بالنسبه للنساء في مراحل معينه، اما الرجال من 18 ل 55 سنه فكاتب هي التي تتعلق بالعنايه بالبشره والرقبه. وابتدى يتكلم هنا عن المستوى الاقتصادي. المستوى الاقتصادي قال ان الفئه المتوسطه بتمثل جزء اكبر من سكان القاهره، الفئه العليا بتدور على المنتجات الفاخره و و طيب الاهتمامات والسلوكيات، الوعي الصحي، التسوق عبر الانترنت، ودي نقطه مهمه. مثلا هنا قال لي التسوق عبر الانترنت، يفضل الكثير من الناس التسوق عبر الانترنت مما يجعل التسويق الرقمي والتواجد على منصة التجارة الإلكترونية أمرا ضروريا. مش عايزة أطول معاكم، بس أنا عايزة أقول لكم إن أنا كده باستخدام الأدوات دي أنا كده جربت معاكم ثلاث حاجات. جربنا كوبايلوت، جربنا شات جي بي تي، وجربنا كلود اي اي، وفي الثلاثة أقدر أسأل أسئلة محددة، وهي دي هندسة الأوامر اللي هنتكلم عنها في فيديو منفصل. ازاي اصمم السؤال بتاعي بشكل ان يديني افضل اجابه. انا اقدر اسال اسئله محدده مختصره تخص الايه، جزئيه التسويق اللي انا محتاج اتكلم عنها. زي اني انا مثلا هكتب تسويق منتج خاص باطاله الشعر للسيدات في مناطق التجمع ومصر الجديده مثلا، انا ممكن اكتب كده هيجيب لي حاجات يعني تخص الفئه دي. انا عشان اعمل تحليل لفئه في مكان معين ده محتاج ابحاث واستبيانات ودراسات تسويقيه كتيره جدا، لكن من خلال المعلومات المتوفره في قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي وكمان من خلال الانترنت يقدر الذكاء الاصطناعي انه بمنتهى البساطه يوصلني انه هو يقدم لي استراتيجية تسويق مناسبة لمنتجات. على فكرة المنتج ده مش لازم بس ان هو يكون منتج بيتباع زي منتجات الشعر والبشرة، لا انا ممكن كمان يكون عندي منتجات بسوق لمجموعة من المحاضرات لتدريب معين يخص فئة معينة، يكون كمان حاجة زي ان انا بسوق لشخصية، ممكن بسوق لشخصية مثلا داخلة في انتخابات. يعني التسويق هنا الماركتنج علم، فن التسويق وعلم الماركتنج مش بس المنتجات، منتجات لأشخاص لفكرة. فاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على في استراتيجيات التسويق بيساعدني بشكل كبير جدا إني أوصل لأفضل نتائج، و يعني إن شاء الله بإذن الله أحقق النتيجة المرجوة. أهم حاجة الاستمرارية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتابعوا القناة هتلاقوا فيها فيديوهات كتير طويلة وقصيرة وأحيانا لايف تخص استخدامات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والبحث العلمي والحياة بشكل عام، ويومكم سعيد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.